لكن برضو في شعوب وفي دول يا جماعه برضو بيشجعوا الاطفال ان هم يصوموا. يعني دايما كده هتلاقي دايما عايزين حاجه ايجابيه يعملوها مع الاطفال الصغيرين. يعني مثلا من ضمنهم الجزائر على ما اعتقد, صح؟ اخواتنا وحبايبنا واشقائنا في الجزائر, هناك ازاي بيشجعوا الاطفال ان هو بيصوم يا رحمه. يعني انت برضو من شمال افريقيا, هما بيحطوه على طول في اعلى منهم علشان يحسوا ان هو عامل حاجه كبيره زي وهو منصة. ذو قيمه يعني, وفاهم اللي هو بيحطوه يا جماعه يعني زي حاجه عاليه او منصه بالزبط. اعلى شويه ان هو النهارده انت صمت مثلا نص اليوم او صمت لاخر اليوم, فبيكافئوه يعني في اليوم ده, يقولوا انت عملت حاجه النهارده عظيمه جدا, وكل اللي حواليه بيشجعوه يسقفوا له. نفس الكلام برضو موجود في باكستان, صح الكلام ده؟ باكستان برضو يا جماعه عندهم هناك يعني نظام الاحتفال بصيام اول طفل كده في رمضان كده, دي حاجه بتبقى عظيمه جدا عندهم, بيعملوا زفه يعني الطفل عندهم هناك او الاطفال عندهم هناك بيجمعوهم ويعملوهم زفاف جماعي. دي حاجه برضو من الحاجات المطفه جدا. نفس الكلام برضو المغرب برضو جيراننا وحبايبنا واخواتنا برضو بيكافئوه بيخرجوه بقى بالليل زينا يعني, تقريبا احنا والمغرب زي بعض في الموضوع ده اللي هو يعني لو صمت اليوم خلصت اليوم ده انت بالليل هتخرج في المكان اللي انت بتحبه, هناخدك وتاكل الحاجه اللي انت بتحبها زي في تونس برضو. احنا هنعمل لك كل الاكل اللي انت بتحبه حتى لو مش صحي وحتى لو ممنوع طول السنه هنعمله لك برضو لو صمت. فده بيبقى نوع من التحفيز او التشجيع ان بالظبط كده تصوم اليوم المغرب وتونس. هو الموضوع يا جماعه زي ما قلنا هو نفسي جدا بالزبط. وانك ازاي بتقول له على حاجه يعني في ديننا ان هو لازم ان شاء الله يعني يلتزم بيها لما يكبر شويه ويصوم اليوم بالكامل, فبتديله يعني زي مكافاه بتحفزه بحاجه معينه, تقول له مثلا لو صمت النهارده لحد الظهر مثلا هيبقى في حاجه معينه هتعملها له, لو صمت لحد العصر في حاجه احسن هتعملها له, لو كبر شويه وابتدى يصوم اليوم بالكامل في حاجه احسن شويتين. الفكره نفسه في الحافز في الموضوع ده هو احلى حاجه في الموضوع ده, يعني في الصيام بالذات ده حقيقي.